اليوم الجبهه الاجتماعيه نادت على المستوى الوطني لتخليد ذكرى 20 فبراير، وطبعا المحور الاساسي هو اسقاط الغلاء ومناهضه الغلاء. اليوم شعبنا تيعرف واحد الموجه ديال الغلاء غير مسبوق، هو انتهاك الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه، هو اعتداء على ما غنقولكش على جيب المواطن، على خد المواطن، بل على الكرامه ديال المواطن. للاسف ان المواطن الان وخاصه اللي في السبيك واللي فايت السبيك ما بقاش قادر يوفر القوت البسيط لوليداته، ما بقاش قادر يوفر الحد الادنى لوليداته. هاد الوضعيه كترجم واحد الوضعيه ديال السيبه. على السيبه لانه الحكومات دارت باش تهجد الضربات على شعوبها. اليوم المواد عندنا اولا قليله بسبب انها كتصدر موجهه كامله للتصدير بشكل كبير، المواد الفلاحيه كتخلي السوق في واحد العجز كبير، ثم ان حتى وهي مصدره ناخذوا ماده طماطم مثلا كتصدر وكتباع للخارج وفي دول اخرى باقل من الثمن باش كيشريها المغربي. اذا شنو هنا؟ واش تكلفه الانتاج شنو هي؟ لا، هذه السيبه، هذه مضاربات خارج القانون. المفروض ومن زمان طالبنا بتجريم هذه المبادرات وهذه البيع 3-4 ديال المرات الماده قبل ما توصل للمستهلك، ولكن يعني للاسف عندنا سياسات تنتج الغلاء وكتشجع، لان هاد المضاربين ما خايفينش، المطيشه ديالو كتباع باورو واحد في اوروبا وكتباع في المغرب ب 14 درهم، ما خايفش من المتابعه. عندنا سياسات تتنتج الغلاء وسياسات كتشجع المضاربين وكتحميهم، ونهايه المطاف المواطن تيلقى راسو امام مذبوح امام السوق وما قادرش يقاوم ولا يلبي الحاجيات البسيطه لوليداته. اليوم كما كتلاحظوا كنخلدوا ذكرى 12 انطلاق حركه 20 فبراير للمجيده، الحركه اللي قدمت العشرات من الشهداء والمئات من المعتقلين السياسيين تعبيرا عنهم، عن حبهم لهذا الوطن وكذا دفاعا عن الديمقراطيه في هذا البلاد. اليوم ذكرى 12 كتاتي في ظل واحد السياق اللي كيتسم بتراجعات كبيره على مستوى الحقوق والحريات، وكذلك سياق يتسم بضرب القدره الشرائيه للمواطنين وكذا ارتفاع المهول للاسعار. اليوم كما كتشوفوا كذلك ان الحكومه المغربيه غير مباليه بنبض الشارع، غير مباليه بالاحتجاجات اللي كاينه عند مجموعه من الفئات ديال المجتمع، وهي مناسبه لنجدد فيها مطالبنا للدوله المغربيه باعمال الحق والقانون واحترام الحقوق والحريات وكذا سن قوانين شعبيه من اجل الحد من الارتفاع المهول لغلاء الاسعار. هذه الجبهه يعني الاجتماعيه المغربيه اللي هي كتضم واحد العدد ديال الاحزاب السياسيه، واحد العدد ديال النقابات، واحد العدد ديال الجمعيات الحقوقيه واطارات جمعويه اخرى، حنا هنايا باش يعني نقولوا بانهم متشبتون بالروح ديال الحركه ديال 20 فبراير. هذا الروح ديال الحركه ديال 20 فبراير اللي يعني كتجسد في الشعار الخالد ديال الحريه، الكرامه، المساواه والعداله الاجتماعيه، وكذلك كتجسد ذاك الرغبه ديال الشعب المغربي من اجل اسقاط الفساد والاستبداد. اسقاط الفساد والاستبداد يعني اننا نتخلصوا من العلاقات المخزنيه في هذه البلاد، واننا تكون عندنا علاقات ديمقراطيه هي اللي كتسود في البلاد، لان الشعب المغربي يستحق، اذا كان شي حاجه اللي كيستحقها الشعب المغربي وناضل من اجلها هي الديمقراطيه. اذا حنا سنواصل النضال كشعب مغربي، كمناضلين ومناضلات ديال الشعب المغربي من اجل الديمقراطيه يعني في البلاد ديالنا. ونبغي نقول بالمناسبه بان هذا النهار ماشي هو الذكرى فقط ديال 12 ديال الحركه ديال 20 فبراير، ولكن هو كذلك اليوم العالمي للعداله الاجتماعيه. اليوم العالمي للعداله الاجتماعيه غادي نتسالوا اين هي العداله الاجتماعيه في هذه البلاد؟ ما عندناش عداله اجتماعيه، بالعكس عندنا يعني في هذه البلاد اللي كتعرف انه الاغنياء يزدادون غنى والفقراء يزدادون فقرا. اذا حنا ما عندنا حتى علاقه بالعداله الاجتماعيه اللي كان يناضل من اجلها العالم باسره، وكيناضل من اجلها طبعا الشعب المغربي، ولكن احنا سنستمر. وكيف سنستمر؟ اننا نوحدوا الصفوف ديالنا،
كنحضر اليوم على هذه الوقفه اللي فيها الذكرى ديال 20 فبراير لسببين رئيسيين. السبب الاول هو التاكيد على المطالب المشروعه ديال 20 فبراير اللي خرجنا من اجلها سنه 2011، واللي كانت مطالب ديال الحركه الحقوقيه والحركه الديمقراطيه اللي قبل منا واللي استمرت من بعد وعاشت باشكال وصور مختلفه. هذه المطالب هذه هي على راسها الديمقراطيه واحترام حقوق الانسان والعيش الكريم للمواطنين المغاربه. المساله الثانيه هو هذا السياق اللي كنعيشوه اليوم ديال غلاء الاسعار، ديال تدهور المعيشه، ديال الخروقات في مجال حقوق الانسان خصوصا في مجال حريه التعبير، ارتفاع القضيه ديال الاعتقال السياسي، اعتقال المدونين النشطاء والصحفيين الى غير ذلك. دونك حنا جينا اليوم باش نقولوا على ان هذه المطالب هي مازال قائمه ومازال مشروعه، مازال حيه، مازال المغاربه كيتكلموا عليها سواء في الشارع، سواء في مواقع التواصل الاجتماعي او لا في اطارات اخرى ديمقراطيه مناضله. وجينا باش نقولوا عاوتاني اننا كنتمنوا الافراج على جميع المعتقلين السياسيين وجميع معتقلي الراي اللي كاينين في المغرب، وعلى ان السياق ديال الديمقراطيه انه يعرف تحسن ويعرف تقدم، وعلى ان الدوله والمؤسسات ديالها تتفاعل ايجابا مع مطالب وحاجيات الشعب المغربي وتزيد التقدم، لان بدون ديمقراطية بدون حقوق الانسان ما يمكن نتكلموا نهائيا لا على تقدم ولا لا على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي. اذا الحضور ديالنا اليوم هو اننا نقولوا ان حركه 20 فبراير لم تكن يوما فقط تنظيما، ولكن كانت حركه مطلبيه عاشت وستعيش ما دامت هناك حاجه الى تحقيق هذه المطالب والحريه لجميع المعتقلين.